طيب يا جماعه، احنا دلوقتي هنتكلم معاكم كده عن حاجه احنا كلنا محتاجينها او محتاجين نعرف احنا وصلنا لها امتى. انت ممكن تلاقي نفسك مع مرور الوقت ومع السنين اللي بتعدي من عمرك بتلاقي ايه ده، هو انا بقيت هادي ليه، هو انا بقيت عصبي جدا كده ليه، طب هو انا بقى مش في دماغي اي حاجه ومش فارقه لي مين بيعمل ايه بعد ما انا كنت ببقى مهتم بكل التفاصيل اللي ممكن تكون بتعدي في حياتي. يعني في ناس كتير كانت لا تلاقيه مهتم بكل كبيره وصغيره ومركز جدا وبياخد كل حاجه على اعصابه، مع مرور الوقت بدا ان هو ما يكونش زي ما كان. فهل ده فعلا نضج ولا مش نضج؟ هل ده فعلا ممكن يكون الواحد بقى فرهد نفسه زي ما بنقولها كده بدري بدري ولا ايه؟ احنا النهارده بنتكلم معاكم في 6 علامات بتتكلم عن النضج. اول حاجه ممكن نكون بنتكلم فيها شويه عن نضج الاحساس بالسن، وانا يعني ممكن قبل ما اتكلم فيها برضو واخد فيها راي فاروق. السن اللي هو ايه بقى؟ يعني السن يعني انت مثلا بنكبر شويه كل ما احنا بنحس بالنضج. عايز اسال سؤال، تاخد راي فاروق الواحد بليه؟ انا مش قاعده معاكم. لا علشان دي حاجه، لا يا فندم حضرتك احنا ممكن نوجه لك الاسئله كلها ايه ده في ايه ونقعد اطلع اقوم ادي الحلقه كلها النور والدنيا ليلتك النهارده. اتفضلي يا استاذه. انا وانت واحد. لا والله خالص والله يعني وانا بره الموضوع. معلش انت سالت فرق. لا يا نور، لا قولي لا بجد والله. لا يعني شايفه ان فعلا ده عامل مهم وكبير ان الواحد كل ما بيكبر شويه عامل النضج بيبقى مهم في المرحله السنيه يعني. طبعا ولا ملهاش علاقه؟ بتفرق جدا. كل ما الواحد بيكبر سنه كل ما الواحد بيحس فعلا انه نضج وتصرفاته كلها بتنضج. اكبر دليل على كده العلاقات العاطفيه. أيوة. يعني لو واحد او واحده دخلت في علاقه وحاسس ان العلاقه دي ممكن تفشل او مسارها ان هي مش هتكمل ما بيدخلش فيها من الاساس. لكن لو رجعنا بالزمن بقى وقلنا انه سن المراهقه او سن العشرينات كده اللي هو لسه شخص صغير، لا ممكن يدخل يبقى مجنون وما يفكرش، يقول لك لا انا عايش اللحظه مش مهم ايه اللي هيحصل قدام. لكن كل ما الواحد بيكبر بيفكر ألف مرة قبل ما يدخل في ريليشن دي هي هتنجح وتكمل ولا لا، لانه بيبقى عايز يستقر. بس ممكن برضه ممكن ما تنجحش. ممكن ما تكملش. ممكن طبعا، بس بيحسبها بعقله اكتر ما بيحسبها بقلبه. يعني عقله هو اللي بيحركه اكتر من مشاعره اللي بتحركه. صح تمام. دي جزئيه. وبرضو الجزئيه اللي من ضمنها ان في ناس لما بتكبر شويه برضو في السن عندها يعني نقول ان هو نضج كده وبقى حلو وخلاص واستوى، مره تلاقيه مره واحده تلاقيه عكس، يعني العكس تماما. بالزبط. تحس ان هو ايه ده، مهما كبر ومهما حصل في فرق بين الروح الشبابيه وانك تبقى تعيش بروح يعني وانت لسه صغير شويه، لكن فرق ان انت يعني لسه في افكار شويه لحد ما ممكن بتبقى ما فيهاش نضج لحد ما. طيب تاني حاجه قالوها ايه؟ تاني حاجه قالوها وهي عدم اظهار لمشاعر الغضب، يعني انك مش بسهوله ممكن تتعصب. صح. مش بسهوله اي حاجه زي زمان وانت صغير اللي هو ايه، اي حد يعمل لك حاجه او يكلمك او كده فانت تاخد الموضوع على ايه، على قلبك كده وصدرك واللي هو انا اخش في الموضوع. لا، في مواقف كبيره جدا ممكن بتعدي عليك ومواقف تقيله في حياتك لما بتتعرض ليها بتلاقي نفسك مره واحده انت بتاخد قرارات بمنتهى الهدوء وبمنتهى الحكمه. هنا بقى بتعرف انت قد ايه نضجت فكريا وذهنيا وفي العمر بتاعك وكل حاجه. فهنا بتلاقي نفسك ان انت بتاخد حاجات يعني بتعملها وانت مش فاهم اتعملت ازاي، بس ده بقى ايه نتيجه بقى الحاجات اللي انت مريت بيها من وانت صغير لحد ما كبرت شويه. فكل ده طبعا بقى عندك خبره كبيره جدا بتستخدمها في وقت من الاوقات بدون عصبيه. لكن في ناس بقى ايه اللي هي دايما بتاخد كل حاجه على اعصابها دي. الضغط يا جماعه خلي بالنا والسكر والحاجات دي امراض. يعني هو الواحد مع يعني تقدم السن يا فاروق وعامه وحته العصبيه وكده هو خلاص بيوصل لمرحله ان هو عارف خلاص بينحس، عارف لو مش عديت على كل حاجه فهي جت عليك خلاص. فعادي يا جماعه مفيش مشكله. ممكن. من ضمن النقط اللي معانا ان احنا كمان بنتكلم عن الاهتمام باللياقه البدنيه والصحه بصفه عامه. ممكن يكون معظم الناس بيبتدوا يلعبوا رياضه على كبر مش من وهم صغيرين واطفال، ان هم بيروحوا النادي وفي فريق معين او اي رياضه بيمارسوها. فانت بتيجي توصل لمرحله ان انت اول ما بتكبر في السن بتبتدي بقى ايه بتتحاسب على كل حاجه بتخش بقك، حبان على صحتك قدام، هتضر نفسك، هتضر شكل جسمك، تبتدي تحس تقول لا ده انا عايز اخس اكتر، ده انا عايز اروح الجيم اكتر، ده انا عايز يكون عندي فتنس اكتر وهكذا. فكل ده ممكن يكون لا مع النضج لا بتبتدي تحس ان انا محتاج اكتر حته الاهتمام بالرياضه.
انا مختلفه شويه مع النقطه دي في الدراسه لانه هو متفقه ومش متفقه في نفس الوقت. في ناس كل ما بتكبر بيبقى عندها البانيك بتاعه انه انا خايفه اتخن، خايفه لانه كل ما بكبر كل ما معدل الحرق بيقل طبعا، فاللي هاكله دلوقتي مش هيتحرق بسرعه فممكن يبان على شكلي ان انا اتخنت شويه او زدت شويه. في ناس تانية لما بتكبر بيبقى عندها سلام نفسي مش طبيعي ونفسها بتتفتح وبتاكل من غير حساب وما يهمهاش، المهم ان هي ما تحرمش نفسها. لانه بحس واحنا صغيرين كنا بنروح الجيم وبنحاول ان احنا نبقى فيت قوي وتمارين وكل حاجه واحافظ على اكلي، لكن كل ما الواحد بيكبر كل ما بيبقى كسلان مكسل، افكر الف مره اروح الجيم ولا لا، طب بكره وهكذا. ففي ناس كده لما السن بيكبر بيهم بيقللوا شويه موضوع التوتر في ان هم يحافظوا على جسمهم، وفي ناس تانية بيبقى الموضوع ده معاهم بانيك. فانا حاسه ان هي بين البنين. انا مع الوسطيه، انا مع الوسطيه. من الاخر الواحد هيعيش كم مره؟ هي مره هفضل بقى. طبعا الرياضه مهمه وكل حاجه مهمه ونحافظ تمام جدا، بس برضه انا مش هعيش في حياتي يعني لو انا في حاجه عايز اكلها ولا حاجه عايز اعملها يعني هحرم نفسي منها على طول. فانا شايف نتخن شويه عادي، نخس شويه عادي، نعمل عادي، ايه المشكله؟ يعني انا مش داخلين اولمبياد، يعني اللي هو الموضوع بالنسبه لنا كناس طبيعيه في الحياه مهم جدا تحافظ على لياقتك البدنيه طبعا، ويبقى عندك يعني شكلك ومحافظ عليه وجسمك تمام، بس برضو مش اللي هو يعني يعني اللي هو الدنيا مش مقفوله قوي يعني. نفسك من كل حاجه دي صعبه قوي. الوسطيه كويسه بالزبط. وشويه تمسك نفسك قوي وتعمل فورمه حلوه، وشويه تانية ممكن تسيب نفسك وتتدلع شويه وترجع تاني عادي يعني الدنيا جميله. صح. طيب من ضمن الحاجات التانية ايه بقى؟ من ضمن الحاجات التانية اللي انا قلتها يعني هي ليها علاقة بأول نقطة اتكلمنا فيها، وهو ان الشخص لما يخش في علاقة عاطفية بتبقى مبنية على التفكير والعقلانية بشكل كبير جدا، زي ما انا قلت انه كل ما الواحد عمره بيكبر كل ما بيفكر الشخص ده يناسبني ولا ما يناسبنيش، لأنه بيفكر بقى في البيت والأسرة والأولاد، هل ده ينفع يبقى أب لأولادي؟ هل دي تنفع تبقى أم أولادي ولا لأ؟ وما بيفكروش بقى فكرة ان هم يعيشوا اللحظة والعلاقة العاطفية والرومانسية، على قد ما بيفكروا هم الاتنين هيبقوا متفاهمين مين مع بعض في حياه تكمل بيهم لقدام ولا لا. فطبعا ده انا متفقه جدا مع النقطه دي. ايه كمان يا شريف؟ بصي يعني في من ضمن النقط ان الواحد ازاي يعرف يتناقش من غير ما يتعصب او يوصل لمرحله النضج ان هو بيقدر يكون عنده قدره على النقاش، ان يكون في كلام رايح جاي من غير ما يتعصب، ودي فعلا بتفرق مع مرور السن والخبره، وبرده حسب انت بتتعامل مع مين الافراد اللي قدامك او مين اللي انت بتعرف تاخد وتدي معاه ولا لا. بالظبط. هو اللي قدامك مساعدك ولا لا؟ ما هو انت برضو يا جماعه في ناس برضو يعني بالمختصر المفيد كده لو ما بيدكش فرصه اصلا تاخد نفسك وانت بتتناقش معاهم يقول لك انت بتعصب ليه؟ هو اللي بتعصب ليه؟ ما هو انت مش مديني نفس ان انا ممكن أكلم. تقول حاجه معينه مثلا والحاجه دي تفهم غلط فهو يعلي شويه. بالظبط. فانت غصب عنك انت عايز لا يبقى في يعني نقاش رايح جاي كده ايه بهدوء وتمام وفي عقلانيه ما بتلاقيش ده. صح. بس انت فعلا بتتكلم على نقطه مهمه جدا، الطرفين مهمين في الموضوع ده قوي. بالظبط. صح. اكيد. اخر علامه بقى هو الاعتراف بالخطا، ان الشخص ما يقعدش يقاوح ويقول لك انا غلطان او انت عندك حق. دي اهم حاجه. ودي طبعا بتلخص كل حاجه، ولو الناس اتعاملت بالمبدا ده بجد الحياه تبقى سلسه وسهله جدا سواء في العلاقات الانسانيه الاجتماعيه العاديه او العلاقات العاطفيه.